السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنشرح مع بعض منهج يو اي اي فونكس، المنهج الجديد لجريد 2. هندرس اليوم بيج نمبر 49. درس اليوم بيتكلم عن لونج او. لونج او لبعض الاشكال المختلفة، مش بس دبل او، يعني بمعنى لما يكون معايا كلمة فيها الحرف قبل الاخير او وبعدين حرف ساكن وبعدين اي في النهاية بيعطيني لونج او، زي كلمة بون. الاي في الاخر لا تنطق، ولكن وظيفتها ان هي بتخلي الاو لونج فاول، زي كلمة بون وكلمة روب. الاو مع الاي يعطيني كمان لونج او، زي كلمة رود و soap. road soap. ال O وال W بيعطيني كمان long O، فبقول pillow pillow أو ball ball. اللي تابع معانا كورس long vowels هيشوف كمان إن فيه كمان شكلين long O. راجعوا كورسات long vowel هتلاقوا، أو في فيديو بالأخص فيديو لونج أو، هتلاقوا شرح وافي عن لونج أو. خلونا نسمع كمان كلمات مرة تاني. Unit 9 Track 39 O Bone O Bone O Rope O Rope O road O road O soap O soap O pillow O pillow O bowl O bowl. ننتقل إلى activity 2 circle the correct letters. عندي أول صورة لصورة bone، زي ما قلنا bone. كلمة bone بتحتوي على O وبعدين consonant E، إذن الإجابة هتكون O E. picture number 2 معانا صورة soap. soap تحتوي على المقطع long O اللي هو عبارة عن O and A S O A P. picture number 3 pillow. pillow pillow عبارة عن P I L L وبعدين O W pillow. number 4 معانا صورة ل ball. ball B O W L. number 4 صورة ل rope. rope R O P E. يبقى عندي O وبعديها P، حرف حرف ساكن وبعدين E. صورة number 6 هي ل road. road R O A D. activity 3 color words with long O sound red. color words with short O sound blue. هنلون الكلمات اللي فيها long O بأشكالها الثلاثة، سواء OA أو OW أو O consonant E، باللون الأحمر red. وهنلون الكلمات اللي فيها short O بblue. short O يعني O فقط. number 1 soap and pot. لاحظنا في كلمة soap طولنا صوت شوية، قلنا soap. أما في كلمة pot بس قلنا O ولكن قصير. إذن كلمة soap هتكون باللون الأحمر، كلمة pot هتكون باللون الأزرق. طيب الكلمة اللي بعدها frog
and bowl. لاحظنا كلمة frog ال O هنا قصيرة، بس كلمة bowl ال O طويلة على هيئة OW. بعدين اللي بعده عند كلمة dog وكلمة bone. كلمة dog ال O قصيرة، كلمة bone ال O طويلة، O consonant E. بعدين عندي clock و robe. clock short O، robe long O. O بعدها حرف ساكن وبعدين E، إذن robe long vowel. بعدين pillow. pillow عندي هنا long O على هيئة OW. ومب، مب ال O هنا short. road، road فيها long O عبارة عن O and A. أما كلمة olive فهي short O. هنضع الخط الأزرق حول كلمة pot، frog، dog، clock، mop and olive. هنشوف مع بعض activity 5. activity 5 هو عبارة عن نشاط استماع listen and write the missing words. هنسمع المقطع الصوتي وبعدين نكمل بالكلمات الناقصة. الأول هنشوف الكلمات الموجودة عندنا. bone، bone يعني عظمة. road، road يعني طريق. pillow، pillow، pillow يعني مخدة. robe، robe يعني حبل. soap، soap بمعنى صابون. bowl، bowl يعني طبق، ولكن طبق يكون عميق. هنسمع. track 40. 1. he can use a rope to tie the bag. قال لنا هنا he can use a rope، يبقى الكلمة الناقصة هي كلمة rope. to tie a bag عشان يربط بيه شنطة. he can use a rope to tie the bag. 2. there is one pillow on my bed. there is one pillow. there is one pillow on my bed. يبقى الكلمة الناقصة في رقم 2 هي pillow، يعني في مخدة واحدة على سرير. 3. my sister has a bowl of fruit every day. my sister has a bowl يعني عندها طبق عميق من الفاكهة every day كل يوم. my sister has a bowl of fruit every day. شوف رقم 4. 4. wash your hands with soap before you eat. wash your hands with soap. كلمة ناقصة كلمة soap. before you eat قبل ما تأكل. wash your hands with soap before you eat. 5. your puppy has a bone in its mouth. the puppy has a bone. طبعا ال puppy هو ابن الكلب الصغير، يعني او الكلب الصغير الجرو. has a bone in its mouth يعني في فمه. Your puppy has a bone in its mouth. 6. There are camels on the road. There are camels on the road. طبعا هنا هو استخدم جملة مختلفة عن الموجودة في الكتاب. There are camels on the road. ولكن برضو ممكن نقرأ الجملة مكمل. We cross the road. برضو نفس الإجابة. Road with our teacher. يعني ممكن نعبر الطريق مع معلمنا. أو معلمتنا. He can use a rope to tie the bag. There is a pillow on my bed. لاحظنا إن إحنا بنحذف الكلمة اللي عملناها عشان بعدين يسهل علينا. My sister has a bowl of fruit every day. Wash your hands with soap before you eat. The puppy has a bone in its mouth. We cross the road with our teacher. ننتقل إلى activity 6.
match the picture to the sentence from activity 5. طبعا احنا جاوبنا على activity 5 زي ما باين قدامنا. هنعمل ايه؟ هنوصل بالصور. He can use a rope to tie a bag. طبعا دي رقم واحد، استخدم rope يعني حبل عشان يربط الشنطة. There is a pillow on my bed يعني في مخدة على سرير. هذه المخدة لونها أصفر، تبقى number 2. My sister has a bowl أو a bowl of fruit every day. عندها طبق من الفاكهة كل يوم. هذا number 3. Number 4. Wash your hands with soap before you eat. هذا number 4. The puppy has a bone in its mouth. Number 5. We cross the road with our teacher. Number 6. Activity 7. Read the story. Tick. أو هنعمل علامة صح. The phonics words you can find. I see a cat on the road. يبقى عندي هنا الكلمة اللي احنا خدناها كلمة road طريق. I see a cat أنا أشوف قطة على الطريق. The cat is our new pet. القطة بتكون حيواننا الأليف الجديد. We wash the cat with soap. احنا بنغسل القطة بالصابون. We play with the cat. نحن نلعب مع القطة. We give it a bone and a pillow. نحن أعطيناها عظمة ومخدة. أول كلمة كانت bone موجودة هنا. bone يعني عظمة. rope أو رود الأول. road موجودة في السطر الأول. كلمة soap موجودة في السطر الثالث. كلمة pillow موجودة في السطر الخامس والأخير. كلمة روب وبول مش موجودين في القصة اللي معانا. كده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. شكرا جزيلا لسماعكم. كان معكم مستر إيهاب عادل.